عسلامة، أنا ولي قاسمي 28 سنة، رئيس منظمة شباب يقرر. أنا مهندسة في الإعلامية وقريت حقوق زيادة ما كملتش، وباحثة في ميدان التكنولوجيا في خدمة الشباب والمجتمع. أنا من قبل، من 2009-2010 كنت من بين المؤسسين نتاع حركة مواطنة اسمها بيرسا. كنا مجموعة من الشباب نخدموا باش نلوجوا على حل البلاد الدكتاتورية، المشروع الجديد للمجتمع التونسي، ومتيقنين أن المشروع هذا لازم يحمي الشباب. بعد جت الثورة، كنت عندنا بالطبيعة الكونتريبيوشن تاعنا في الثورة هذه. تفرقنا، كل واحد مشى يخدم في حاجة، كل واحد مشى في الميدان اللي يحب عليه يقدم للبلاد. يمكن أنا من قعدوا يمنوا اللي ما نجموش نسميها ثورة، كان ما عنيش مشروع مجتمعي يقترحه الشباب، ذيك هي ثورة شباب. مشروع مجتمعي يقترحه الشباب، فيه بلاصة للناس الكل، فيه طبقة سياسية تتميز بالأخلاق والكفاءة. دونك قعدت بعد 2011 ننظم في لقاءات بين الناشطين، شباب الناشطين، ونقول لهم هيا شنو لازمنا نعملوا، لازمنا نسميها ثورة، أو من طوم على ثورة لازمنا نجيبوا مشروع جديد، مشروع للشباب التونسي. والمرة نخرجوا اون بوبليك ويظهر اسم الشباب يقرر، كان في صيف 2013، والفكرة لقت نجاح كبير على الاخر عند الشباب. وهكذا بدأت المنظمة اللي عنا توا عام بالضبط قاعدين نخدمه باش يكون الشباب فاعل في المجتمع. الشباب يقرر بخلاف اللي هي موفمون ولا منظمة توا، وتنجم تاخو أي ستركتور جوريديك، أي فورم تاع ستركتور جوريديك، هي فكرة. الشباب يقرر هي فكرة، وتنجم تكون فلسفة كاملة، لأنه احنا مع جيل يمتلك قوة جديدة، احنا مع جيل اكسبسيونيل، ماهوش فرد شباب متاع عام 60 ولا متاع عام 20 ولا أي شباب صار قبل. الشباب هذا يمتلك أداة قوية برشا تخليه يتحكم في المعلومة في العالم الكل. الأداة هذه اللي هي التكنولوجيا تخليه كما قلت يتحكم في معلومة بصفة حينية عالمية، ما يتحكمش فيه الجغرافيا، ما يحكمش فيه الوقت، وتجيه زادة سمعية بصرية. معناها المعلومة هذه اللي نجم يتقسمها الجيل متاعنا مع العالم الكل، كسوسوا باش يوصل صوته وإلا باش يبني البلاد، هذه أداة كبيرة تخلي لازم الشباب يكون في مراكز أخذ القرار، وعلى الأقل باش يكتب مع الطبقة السياسية الموجودة توا السياسات اللي نتوجهوا بها للجيل اللي بعدنا. خاطر احنا نملوا اللي في الشباب يقرر، ما تنجمش تحضر حاجة للأجيال اللي بعدنا من غير ما نكونوا احنا معاكم في مراكز اخذ القرار، ولا في الليلابوراسيون دي بوليتيك بوبليك. خاطر نجم تقول اللي الجيل نتاعنا هو الحلقه اللي باش تربط القديم والجديد، مش القديم اللي تعدى واللي باش يجي جديد. خاطر عشنا فتره من غير هذا الانفتاح الكبير، وما غير تكنولوجيا، ما غير البارابول ابسط حاجه، وتوا اللي جاي بعدنا ما نعرفوش تاثير نتاع سمارت فون، هاتف ذكي عنده في يديه وهو عمره 3 سنين. دونك باش تقرا هذا الكل لازم الجينيراسيون نتاعنا احنا، لازم الجيل نتاعنا احنا يكون موجود في مراكز اخذ القرار. في الانتخابات الرئاسية أطلقنا أبليكاسيون، تطبيق اسمها جوف. فيها دو بارتي، البارتي الأولى تنجم تحط دي بلوس و دي موان، دي بونوس و دي مالوس للمرشحين الرئاسية، وكل ما تعطي كما نقولوا إلا ولا مع الواحد من المرشحين تنجم تدخل تشوف ستاتيستيك نتاعو، الاحصائيات نتاعو، قداش فما من امراه في تونس معاه، قداش فما شكون الاجيال ولا الاعمار اللي معاه، شكون الانتماءات السياسيه اللي معاه، تشوف مدى الشعبيه نتاعو عند الشعب التونسي، مدى الشعبيه نتاعو عند الشباب، عند الكهول، عند النساء والرجال.
وفي البارتي الثانيه الاسئله فما اسئله نحبوا نطرحوها احنا على الشعب التونسي. عندنا الحق في 140 حرف نكتبوا سؤال مثلا: هل انت مع التناصف في الحكومة القادمة؟ وتشوف التوينسا كيفاش يخموك. الابليكاسيون هذه عملت 1,200,000 استعمال خلال شهر ونص، والابليكاسيون هذه جربنا بها كيفاش نجموا نرجعوا الشباب للانتخابات، الشباب للديمقراطية والشباب للشأن العام. لذلك بعد هذا الكل قررنا باش نصنعوا اون ابليكاسيون اسمها اي ديسايد. اي ديسايد هي ابليكاسيون تخول للناس الكل وخاصة الشباب باش يكونوا مشاركين في صنع السياسات العامة في البلاد، ولا صنع القوانين، ولا اقتراح قوانين جدد. اي ديسايد فيها تبدا تقول اون ايدنتيفي ان بروبليم، اون سوليف ان بروبليم، نقولوا عندنا مشكل مع القانون هذا، ولا عندنا مشكل مع الظاهرة هذه، والناس الكل تتجاوب مع سؤال ولا تتجاوب مع المشكل هذا، وتعطي تعطي اكثر ادله اللي هذه مشكل. نجم ناخذ اكزامبل الاقرب يظهر لي باش يفهموه الكل الناس الكل، القانون 52 متعلق بالزطله. احنا نجم نقولوا لي القانون هذا فيه مشكل، ويدخل شكون طبيب يقول هاو علاش مشكل، وبار اكزامبل هاي علاش استهلاك المخدرات خايب، يدخلوا الاولياء يقولوا هاو علاش احنا ما نحبوش القانون هذا، ولا لازم يتبدل خاطر حياة ولادنا تدمرت بعد ما تشدوا عام حبس. ولا يدخلوا لي جون الشباب يقول هاي قصتي انا، وهاو علاش القانون هذا لازم يتبدل لخاطر انا خويا تشد ولا انا تشديت، وهاو شنو صار لي، شنو وليت بعد ما عديت عام حبس. يدخلوا المشرعين زيدا يعطيوا رايهم، تدخل وزارة العدل تعطي رايها، يدخلوا كل واحد من سبيساليتي نتاعو الاختصاص نتاعو يعطي رايه، واحنا مع بعضنا الناس الكل نقرروا شنو تكون الالتيرناتيف، شنو تكون البديل نتاعو القانون هذا حسب الهدف اللي نحبوا نوصلوا له. نحبوش الشباب يستهلك، وما نحبوش نردوه مجرم زيدا ولا نضيعوا له عام من حياته. دونك نلوجوا على بديل يخدم البلاد ويخدم الشباب ما يضيعهمش، ونقترحوهم بعد على مجلس النواب، وبعدها تبدا خدمه اخرى كومبليتوم باش نقنعوا مجلس نواب الشعب بضروره تبديل القانون هذا، وانه يكون البديل اللي طرحناه احنا. حاجة نقولها للكوميونيتي نتاع البوليسي شايبرز، كونوا قوة نتاع اقتراح، لخاطر في الوضع هذا وان جينيرال اللي يصنع الفرق هو الاقتراح. اللي يصنع الفرق هو انت شنو تنجم تجيب جديد. نحطوا في بالنا اللي احنا هذيا الانسانية هذيا نجم نقولوا التوب نتاعها وين وصلت، هذه أحسن حاجة نجم يمدها الإنسان من الأول بالكل. إحنا كجيل جديد شنو نجم نزيدو، إحنا شنو نجم نخليه للي بعدنا، وما تخافوش كونوا قوة متاع اقتراح لخاطر هذه البلاد متاعنا، وكل شيء معناها مؤسساتها بقوانينها متاعنا، والقوانين ما عناش علاش ما نكونوش فاعلين فيها، وما عناش علاش ما نكونوش إحنا القوة متاع الاقتراح تاع القوانين في البلاد. للشباب وشباب في المجتمع المدني الحوار، الحوار الشباب بصفة عامة، كي تشوفوا شاب هكا تعزل معناها جبد روحه وما عادش يحكي مع العبيد، تنجم فكريا فما شكون قاعد يستقطب فيه، ما تخليهوش وحده، احكيوا معاه اقنعوه اللي هو يستاهل باش يعيش، واي انسان في الكره الارضيه هذه يستاهل باش يعيش، وحتى واحد في الكره الارضيه هذه ما يملك الحقيقه المطلقه، المهم هو السلم العالمي، والمهم هو ان يكونوا الناس تعيش في سلم في البلاد نتاعها.